نبدأ هنا بالحديث عن التغير المناخي وبالتحديد عن تساؤل يتم طرحه كثيرا في الآونة الأخيرة، وهو هل سيبتلع التغير المناخي شواطئ الدول المغربية؟ ربما هو سؤال صعب بدأ طرحه من قبل خبراء البيئة منذ فترة، والمعطيات لا تبشر بالخير. صحيح لين، لأن تآكل سواحل بلدان المغرب العربي تحديدا يبدو متسارع وبوتيرة أنشط بحسب تقرير للبنك الدولي، واللي أكد أن التغيرات المناخية ليست المتهم الوحيد في ارتفاع مستوى سطح البحر. التآكل يعود إلى أسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال الضغوط البشرية اللي تعد من العوامل الرئيسية لتآكل السواحل في بلدان المغرب العربي، مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، بناء السدود على الأنهار الداخلية، وهذا حتى تحدثوا عنه حتى في تونس على مسألة بناء السدود وعلاقته بتآكل الرمال والسواحل بشكل عام. عموما وثق أيضا فريق عمل البنك الدولي مساحات الأراضي المفقودة والمكتسبة والتغيرات اللي طرأت على المناطق الطبيعية الساحلية، ووجد الفريق أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتيمتر في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، بينما تونس هنا سجلت أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية بمتوسط بلغ نحو 70 سنتيمتر سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سنتيمتر سنويا في المتوسط. أما الخط الساحلي الرملي في المغرب فانحسر بمقدار 12 سنتيمتر سنويا على الجانب المحيط الأطلسي بمعدل 14 سنتيمتر على ساحل البحر المتوسط. بالفعل رغدة، يعني لفهم هذه الأرقام نتجه إلى تونس ونتعمق بالوضع هناك الذي يبدو غير مطمئن، وذلك بحسب دراسة البنك الدولي حيث باتت بعض المناطق السكنية الساحلية مهددة بالاندثار. دعونا نتابع هذا الموضوع. قبل 20 عاما كانت الشواطئ الرملية تميز هذه المنطقة في محافظة نابل شمال شرقي تونس، غير أن ارتفاع مستوى البحر بات يهدد منزل صابر بالانهيار. أغلب السكان هنا تركوا المكان. الناس كل ديار مهدين، الناس كل ديار مهدين، كلهم عندهم ديار ترفيهم كلهم مهدين، بل مش وما عندهمش حق يعملوا سيمونتاج، ما عندهمش حق يمسوا، فهمت؟ لا، لخاطر البحر هذا قد ما تحطوا سيمان قد ما يزيد يقلبوها، معناتها قد ما يزيد يهيج. دراسة للبنك الدولي كشفت أن ثلث الشواطئ الرملية التونسية الممتدة على أكثر من 1600 كيلومتر تآكلت، ويرجع خبراء في مجال البيئة تفاقم هذه الظاهرة في العقود الأخيرة إلى اختلال التوازن الطبيعي بسبب الزحف العمراني. الرمل كيف يقدم قدام ما عاوش يرجع، علاش؟ خاطر البني هو اللي سكر عليه. هذه دونك انخرام، معناتها انخرام التوازن الطبيعي، يخلي معناتها يخلي الماء يقدم، كي تاكل الرمل نتاعو يقدم يقدم يقدم، والبيتون اللي عملوه ماهوش حل. وتعمل السلطات التونسية على حماية الشريط الساحلي منذ سنوات عبر وضع حواجز صخرية تحد من قوة الطيارات البحرية، حلول يصفها ناشطون بيئيون بغير الجدية، ويدعون إلى ضرورة توفير الإمكانات المادية والفنية اللازمة. اليوم عامل الوقت عامل مهم جدا، قاعدين نسمعوا انه فما مشاريع مش تصير الى حد الان ما نشوفها على ارض الواقع. مساله دراسه المشروع نتصورها اخذت اكثر ياسر من وقتها. اثنين، حتى المشاريع اللي تم التدخل فيها كان نوعا ما ترقيعي وما كانتش فعلا، لذلك انا نشوف انه المشكله هذا يلزم يكون فيه تشاركيه ما بين المناطق البلديه الكل المتضرره، ويكون فيها اراده سياسيه قويه من الدوله والتمويل الكافي. بين التحديات الاقتصادية التي فرضت توجها نحو دعم صناعة السياحة مع بناء الوحدات السياحية القريبة من الشواطئ الرملية ورهانات المحافظة على التوازن الطبيعي في عدد من المناطق الساحلية، تتعقد الحلول لمجابهة مهددات الشواطئ الرملية التونسية. أمام مساعى البلديات لمجابهة خطر تآكل الشواطئ الرملية، يحذر ناشطون هنا من آثار عدم تدخل الحكومة عبر تطبيق القانون لمنع الزحف العمراني في الشريط الساحلي. جلال موانع، الحرة، محافظة نابل شرقي تونس.
إذا نتحدث أكثر حول هذا الموضوع وينضم إلينا من مدينة القنيطرة المغربية وعبر سكايب الخبير البيئي ورئيس جمعية أكسجين لحماية البيئة أستاذ أيوب كرير. مرحبا بك معنا أستاذ أيوب. إذا تآكل شواطئ بلدان المغرب العربي بشكل عام تنذر بأمور غير مبشرة بالخير، لكن من هو الأسرع عالميا ولماذا؟ مرحبا وصباحكم سعيد لكل المتابعين الكرام. أولا هذا الموضوع هو من بين الإشكالات الخطيرة التي تهدد كوكبنا وتهدد خاصة الدول الساحلية. موضوع تآكل السواحل هو إحدى أهم الإشكالات الآن التي أكدت مجموعة من التقارير الدولية الرسمية على أنه تتسارع الأحداث في هذه القضية بشكل مهول خاصة في السنوات الأخيرة، لأن هناك سببين رئيسيين، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري. الطبيعي ويتجلى في تأثيرات التغيرات المناخية التي أرخت بظلالها على كوكبنا خاصة على الدول الهشة طبيعيا، ومن جملة هذه الدول بشكل كبير هي الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. التغيرات المناخية التي تسارعت أحداثها وتسببت في ارتفاع منسوب مياه البحر، زحف كبير للبحر في السنوات الأخيرة وتجاوزت ما كان يتوقعه مجموعة من الخبراء. ثم الجانب البشري الذي أصبح أهم بكثير ويتسارع مسبباته أكثر، يتزاحم وينافس تأثيرات التغيرات المناخية بشكل مهول لم يكن يتوقعه الإنسان. سيد أيوب، التغيرات المناخية حسب تقرير البنك الدولي ليست السبب الوحيد في هذا التآكل. الخبراء أرجعوا هنا أسباب تآكل الشواطئ الساحلية إلى كثرة الضغوط البشرية، ما رأيك في هذا السبب؟ أكيد جدا، الضغوط البشرية هي إحدى الأسباب والإشكالات الخطيرة جدا، لأن التوجه السريع لهذه الدول في الأرباح الاقتصادية وخاصة هنا أقصد التوجه السياحي والضغط المهول على المنظومة البيئية الساحلية على حساب الاقتصاد، فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية والداخلية، استنزاف كل مقدرات هذه المناطق من فرش مائية، من أراضي تقريبا جلها لا يمكن غير صالحة من ناحية طبيعية للبناء فوقها، استثمارات مهولة كبيرة متسارعة بدون اعتبار أي اعتبار للمنظومة الساحلية وهشاشة هذه المنظومة التي تعد من منظومات الهشة الكبيرة على المستوى العالمي. وبالتالي زحف قدر العلماء حوالي أن هناك في 10 سنوات، لكن الآن كل سنة أصبحت تتجاوز ما كان يتوقعه الخبراء وتتسارع الأحداث بشكل أكبر من ذلك، لأننا الآن هناك مدن ستختفي في المدى المتوسط والبعيد. هذه موجودة ومعلومة يعني حقيقة، وهناك نلاحظ أن مجموعة من الكوارث الطبيعية الآن التي تكون هناك طوفان مد بحري يعني تغرق كل المناطق المحاذية على الساحل، والدول العربية يعني بمميزاتها التي تعتبر أنها هشة ويعني ضعيفة من الناحية التقنية والتكنولوجية والمادية وما إلى ذلك، اقتصاد هش، وبالتالي هي الأكثر تأثرا بهذه التسارعات الأحداث المتسارعة، وبالتالي الضغوط والاستنزاف للثروة الطبيعية على المستوى الساحلي هو سيجعل هذه الدول ستعاني الأمرين وستتأثر وستلقي بدلالها هذه المسببات على هذه الدول أكثر من الدول الأخرى صراحة، لأن الدول الأخرى يعني أصبحت تعي يعني تحاول أن تكون هناك تستعمل التكنولوجيات الحديثة، مثلا هناك حواجز في المناطق التي تعرف مدا بحريا تستخدمها في وقت الدواء وقت الكوارث.
هناك خليك معنا سيد سيد أيوب، هنكمل معك هنكمل معك هذا الحوار، بس خليك معنا. هناخذ بس مثال من المغرب العربي على سبيل المثال، نبقى في هذه الدول المغاربية حيث أن أكثر من ثلث الشواطئ في المغرب تآكلت بنسبة ما بين 12 سنتيمتر إلى 14 سنتيمتر سنويا بحسب دراسة البنك الدولي. ماذا يعني ذلك بيئيا؟ ما هي تداعيات ذلك؟ كذلك التفاصيل مشاهدينا في التقرير، ثم نكمل هذا الحوار. ثمانية وثلاثون في المائة من الشواطئ المغربية انحسرت بنسبة لا تقل عن 14 سنتيمترا سنويا. هذا ما ذكره التقرير للبنك الدولي بخصوص هذه الظاهرة في بلدان المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. الأسباب الأساسية هي التدخل البشري الغير العقلاني والغير الرشيد في استغلال الرمال ديال الشواطئ، وقد حذرت المنظمة العالمية للأمم المتحدة من أن جزء من الشواطئ في البحر المتوسط دخلت للمنطقة الحمراء. الشيء الآخر مرتبط بالتغيرات المناخية، كما يعرف الجميع درجة ارتفاع حرارة الأرض تسبب في ذوبان القطب الشمالي، مما يؤدي إلى اتساع مساحة المياه نحو الشواطئ، وبالتالي جزء كبير من هذا الشواطئ غير يوصلها واحد ضرر كبير. خبراء البيئة يرون أن ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات يحمل تداعيات خطيرة على التوازن البيئي ومستقبل البشرية بسبب اقتراب المياه المالحة من اليابسة واختلاطها بالمياه الجوفية العذبة، مما يعني استحالة استخدامها للشرب والزراعة. إن المغرب يتواجد في وضعية صعبة تفرض عليه إيجاد حلول هذا المشكل، منها مثلا إعادة النظر في نظام حكامة الساحل، لا من حيث جودة القوانين والسياسات ومن حيث أيضا مراقبة تطبيق هذه القوانين والسياسات على أرض الواقع، كما أن هناك حلول في إطار ما يسمى بالاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة التي تدعو إلى إعادة النظر في تدبير المجال، خاصة النظام الإيكولوجي الساحل اللي هو هش في المغرب، وإعادة توزيع الأنشطة البشرية بما يحفظ التوازن الإيكولوجي لهذا الساحل. انتشار ظاهرة انحسار الشواطئ في المغرب مرتبطة أيضا بالتوسع العمراني وإقامة المنشآت السياحية على حساب التوازن البيئي حسب ناشطين في مجال البيئة. ظاهرة انحسار السواحل مشكلة بيئية تتطلب حسب خبراء كلفة مادية باهظة للحد منها عبر نهج سياسة لتنمية ما يدعى بالاقتصاد الأزرق، خاصة في المغرب الذي يمتد شريطه الساحلي لنحو 3500 كيلومتر. عبد الحليم بقالي، الحرة، الرباط. إذن نستكمل حديثنا مع أستاذ أيوب. يعني كما شاهدنا هذا التقرير بالتحديد من المغرب، هنالك تغيرات مناخية، ولكن على جانب آخر استغلال رمال الشاطئ ساهم بشكل أو بآخر بتسريع انحسار السواحل في المغرب. كيف ساهم الإنسان في تسريع وتيرة التآكل حسب رأيك؟ أولاً نحن نعيش في منظومة واحدة، إذا تأثرت إحدى المنظومات فهي مباشرة تؤثر على المنظومات الأخرى، وبالتالي فما تعرفه مجموعة من الدول الأخرى وخاصة القطب المتجمد فينعكس مباشرة على الدول، خاصة الدول الهشة. الإجراءات أو التدابير أو الأنشطة البشرية الخطيرة والمتسارعة أصبحت تهدد وتتسارع بشكل مهوي، خاصة في هذه الدول، الدول العربية وخاصة الدول شمال إفريقيا، لأنه هناك استغلال مفرط وهناك يعني محاولة ما أمكن يعني جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات السياحية واستغلال الثروات مثل مقالع الرمال. هل نقدر نقول سيد أيوب أن الإهمال أو يعني ما يحدث من إهمال في شمال أفريقيا هو ما سبب الوسيرة التواتيرة الأسرع في هذا التآكل؟ خليني أقول لك أن هذه الدول ومن جملتها المغرب هناك قوانين يعني مهمة جدا تحافظ على المنظومات البيئية، وخاصة هناك قوانين متخصصة
انعقاد على المنظومة الساحلية، لكن تنزيل نعم. هذه القوانين في المغرب وفي تونس وفي الدول هذه الدول تنزيل وأجرأت الفعلية لهذه القوانين على أرض الواقع. يعني كما ذكرت أستاذ أيوب هي منظومة كاملة تتأثر. عموما نشكر مداخلتك معنا الخبير البيئي ورئيس جمعية أكسجين لحماية البيئة أستاذ أيوب كرير، شكرا جزيلا لك.